ومن علائم المحبة ودلائلها كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ويتأكد أيضاً في يوم الجمعة وليلتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، وحديث حسن. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: أحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، وأما في يوم الجمعة وليلتها أشد استحباباً.